السلام عليكم، مساء الأنوار عليكم. معكم إلهام من قناة إلهام برستيج، مرحبا بكم معايا. ووصفتنا اليوم هي الحشوة اللي غادي نعمرو بها هاد لي ساندويتش، واحد الحشوة اللي كتجي لذيذة، كتجيب مذاق البيتزا، تشيكن بيتزا، والمذاق ديالها كتجي لذيذة بزاف. يلا معايا باش نتعرفوا على المقادير. هنا عندي صدر الدجاج، هنا عندي الكمية، عندي 700 غرام ديال صدر الدجاج. هنا كتقدروا ديروا الكمية على حسب عدد الأفراد. غادي ناخد صدر الدجاج وغنقطعو الطريفات صغار أو المربعات صغار. من بعد ما غنكمل الكمية كاملة، غادي ناخد واحد المقيلة، غادي ندير فيها معلقه كبيره ديال الزبده، غادي نخلي ديك الزبده هكذا كتذوب، وغادي نضيف ديك القطع ديال الدجاج. غنبدا كنشحر ديك قطع الدجاج في ديك الزبده، من بعد غادي نضيف ليه معلقه صغيره ديال البودره ديال الثوم، ونصف معلقه صغيره ديال الملحه، ونصف معلقه صغيره ديال سكينجبير اولا زنجبيل. وغنحرك كلشي مع بعضياتو باش داك الدجاج يشرب لينا ديك التوابل اللي درنا له. هنا الدجاج كنخليوه كيطيب بوحديتو بداك الماء اللي كيطلق. هنا نشف من داك الماء، يعني راه الدجاج ديالنا طاب كيصبح هكذا واجد. غنحيد الدجاج من هاد المقلاة، نحتفظ به جانبان، وفي نفس المقلاة غادي نبدا جوج معالق كبار ديال الزيت. غادي نضيف لهم بصله مشلطه اولا مقطعه مربعات صغار، وغادي نشحر ديك البصيله في داك الزيت. من بعد غادي ناخذ الفلفله الحمراء اللي مقطعه هكذا مربعات صغار حتى هي، وغادي نزيد عليهم فلفله صفراء حتى هي نفس الحجم. كتقدروا تزيدوا حتى الفلفله الخضراء الى عندكم. من بعد غنضيف نصف معلقه صغيره ديال الكليبزار، وش قليل من الزعتر، وشويه ديال التوابل ديال الدجاج، ومع نصف معلقه صغيره ديال الملحه. كنخلي العناصر كلها كتشحر مع بعضياتها حتى كنبداو كنحسو بديك الفلفله وديك البصله بدات كتدبال، وهنا راه تشحروا مزيان. من بعد غادي نضيف ديك قطع الدجاج اللي كنت حيدت من قبل، وغنضيفها للخليط حتى هي، وغنبدا كنشحر فيهم كاملين. من بعد كنضيف لهم واحد معلقه كبيره ديال القزبر المعدنوس اللي هما مقطعين رقاق. انا خديت معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، ضفت له واحد شويه ديال الماء، يعني ربع كاس ديال الماء، وحركتهم مع بعضياتهم وضفتهم للخليط. وفي الاخير غادي نزيد قطع ديال الزيتون الاخضر مع المايس اولا الذره المعلبه، وغادي نحرك كلشي مع بعضياتو باش كتجانس ديك العناصر اولا ديك التوابل كلها مع بعضياتها. وفي الاخير غادي نضيف الجبن. هنا ضفت 100 غرام ديال الجبنه ديال الموتزاريلا. وصافي كنقلب كل شيء مع بعضياتو. هنا داك الجبن ها هو بدا كيذوب، حشوه كتجي معلكه، كتجي هكذا بنينه. انا متاكده انها غادي تعجبكم، لانها منسمه بالزعتر فيها الجبن. صافي هنا من بعد ما كيكون داب لي داك الفرماج، هنا كيبقى اختياري. تقدروا توضعوا هكذا شرائح ديال الفرماج على هذا الشكل، كيبقى اختياري. هنا غنغطي عليهم باش ياخذوا داك الصه ديالهم، وكيذوب لينا داك الفرماج. هنا كيف كتشوفوا الحشوه كيف كتجي معلكه،
سهله في التحضير ديالها، ما كتطلب شيء الوقت كتير. دابا غادي ندوزو باش نعمرو هاد الخبيزات. بالنسبه اللي بغى يعرف الطريقه ديال هاد الخبز ديال الساندويتش يقدر يرجع للرابط في صندوق الوصف، راني حاطه ديجا هاد الوصفه. بالنسبه هاد الخبز ديال الساندويتش كيجي لذيذ وكيجي خفيف. وهنا غادي ناخذ الحشوه اللي حضرت وغنبدا كنوضعها في هاد الخبيزات. هنا الحشوه كتقدروا توظفوها في اي خبز، في اي نوعيه خبز اللي بغيتو، تقدروا ديروها حتى في الخبز ديال التورتيلا حتى هو. وكيبقى هذا كاقتراح للوجبات الخفيفه او الساندويتشات ديال الاطفال، ياخذوهم هكذا معهم للمدارس. وشفتوا كيف كيجي الشكل ديالهم؟ كيجي الشكل ديالهم شهي بزاف، وحتى المذاق راه هو لذيذ. واقتراح ديال اليوم كان هو هذا، حشوة ديال الدجاج بمذاق البيتزا. فعلا كيجي المذاق ديالها رائع وكتجي لذيذة بزاف. ديروها هكذا كوجبة عشاء او لا غداء. والفيديو ديال اليوم هنا غادي يسالي. كنقول لكم شكرا بزاف ونتلقاكم في وصفة جديدة. وما تنساوش تبارتاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل دائما باش كتعم الفائدة. وما تنساوش لي لايك، حاولوا انكم تدوا لي اكبر عدد من لي لايك باش كتحفزوني نبقى نحط لكم دائما شهيوات جديدة ولذيذة. مع السلامة.